بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم من الرئيسات الفضائيه المستقله وفي تغطيه خاصه خاصه ما يشهده السودان البلد الجار والوطن العزيز احببنا سيداتي سادتي ان نغطي ما يدور او ما دار خلال ساعات. اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوقف هذه الازمه غير المسبوقه في تاريخ السودان ونستطيع ان نقول عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده طبعا انا وقفت المتابعه حتى ما اسجل ما تابعته خلال ساعات نستطيع ان نقول ان السودان دخل ازمه حقيقيه غير مسبوقه في تاريخ في تاريخه الحديث وهذه الازمه هي مسبوقه بكل المقاييس حيث انتهت معارك البيانات أو معارك الخطابات الإعلامية والمواجهات بين الفريقين حميتي والبرهان بين قوات الشعب المسلحة المعروفة بتاريخ للسودان وبين قوات الدعم السريع بقيادة دقلو حميتي وحيث مع الأسف الشديد انزلق السودان نحو الهاوية هذه الانزلاقات طبعا كانت متوقعة منذ 2018 عندما أطيح بحكومة الإنقاذ بعد حكم استمر 30 عام وهذه هي مخلفات الأنظمة التي كانت على شاكلة الإنقاذ صحيح الإنقاذ لم تكن كلها دكتاتوريات ولكن كان شكل من أشكال التماهي مع العمل الديمقراطي وما الى ذلك ولكن اليوم نستطيع ان نقول انه حتى لو كانت هناك لفتره الانقاذ 30 سنه يعني كثير من الانجازات الاقتصاديه وغيرها ولكنها بهذه بدخول السودان الى هذه الازمه الحقيقيه وازمه غير مسبوقه معارك بين فريقين داخل المدن داخل المطارات حرق عدد من الطائرات والمعارك تدور حول مناطق عسكريه بعينه سواء كان في مروي شندي في غرب درمان وفي المدرعات وانتقلت الى الاقاليم في دارفور والابير كما كانت في بحري ومروي وبالتالي يعني وتصريحات عسكريه تصريحات حربيه بين الفريقين المتخاصمين نرجع فنقول إن هذا الانزلاق الذي يعيش السودان اليوم تتحمل مسؤوليته فترة حكم الإنقاذ البشير وجماعته حيث, حيث لتكتيكات عسكرية ولتكتيكات مرحلية تم تكوين ما يسمى الدعم السريع الدعم السريع الذي تأسس في دارفور وفي ولايات المختلفة ومجموعه الدعم السريع معظمهم 90% ان لم يكن 100% كانوا من ابناء دارفور اليوم وبعد ان قاموا ما قاموا به سواء كان لمواجهه التمرد الذي كان في دارفور وغير دارفور تلك البذره التي خلقتها حكومه الانقاذ او حكومه المؤتمر الوطني ولم تعمل اي حساب لما يمكن ان تؤول اليه مجموعة مسلحة مجموعة لها ميزانيتها مجموعة لها قواتها ورفضت الاندماج إلى قوات الشعب المسلحة المعروف في السودان هذا الانزلاق تتحمله حكومة المؤتمر الوطني ثورة الإنغاز أو حكومة الإنقاذ البشير وأعوان ولذلك هذه واحدة من الجرائم غير المغتفرة لحكومة المؤتمر الوطني حيث انها خلقت بذره وخلقت جيش داخل الجيش السوداني لاول مره في تاريخ قوات الشعب المسلحه السودانيه فصيل له كامل الصلاحيات بل له ميزانيه اكبر من ميزانيه الجيش السوداني فصيل له علاقات اقليميه وعلاقات دوليه فصيل يهدد جهارا نهارا قوات الشعب المسلحة ويعلن خصومته مباشرة بعد أن خاصة بعد انفرط العقد وانفض السامري بعد 2018 والاصطراع على أشد قرابة الخمسة أعوام كانت هذه النتيجة هي نتيجة متوقعة لكل من يعرف ويحلل التحليل الدقيق طبعا الحرب الكلامية كانت بين الخصمين الفريقين البرهان وحميدتي لسنوات يطلع حميتي ويصرح تصريحات ويطلع برهان ويصرح تصريحات ويعلنان بشكل او اخر وفي نفس الوقت برضه يجلسوا جلسات مشبوهه وما معروفه ويطلعوا باتفاقيات ومات يجف حبر تلك الاتفاقيات حتى يهاجم الاخر الاخر ولذلك هذه الحرب كانت متوقعه ولكن سؤال يطرح نفسه هل كان يعني آه متوقع انه ان ينزلق السودان الى مواجهه عسكريه معارك بالاسلحه الثقيله داخل المدن السودانيه ومواقع عسكريه ومؤسسات مدنيه وايقاف رحلات الطيران من والى الخرطوم في مطار الخرطوم الدولي وبقيه المطارات واحراق عدد من الطائرات وضحايا لحد الان ما فيش احصائيه ولكن سيكونوا بالمئات اللي لم يكونوا بالالاف وكل متمترس في ان يقضي على الاخر هذا طبعا يعني منزلق سياسي خطير للسودان ويهدد بوحده السودان ما تبقى من وحده السودان الان كل الاحتمالات وارده كل الاحتمالات وارده الى درجه أن السودان وصل عزيز المشاهد في مرحله في بعد آه ثورة آه آه ديسمبر مثلا أو قبلها وثورة يناير عفوا وعلى رأي بعض الناس برضو انقلاب في ديسمبر يعني أي فصيل كان يجي يطلع ويقول أنه متوقع مش متوقع بل كان يخرج عسكري ما معروف مغمور أي حاجة ويتحدث باسم الجيش بسم القوات المسلحة باسم الدعم السريع وغير ذلك هذه تلك النذر وتلك المؤشرات كانت يعني تدل على ان السودان عايش مرحله استثنائيه الى ان فجر تلك البراميل وتلك القنابل الموقوته التي كانت من خطابات كلاميه وحرب كلاميه الى حرب مواجهه وحرب عسكريه اشتباكات مسلحه بدات تلك الاشتباكات كما تقول الاخبار بدات الاشتباكات في بالقرب من المدينه الرياضيه والاشتباكات كانت بين الجيش وقوات الدعم السريع اطلاق نار بمنطقه القياده العامه الى ان خرج كل منها من هذين الشخصين حميتي والبرهان ويصرحان تصريحات خطيره جدا جدا يعني البرهان يؤكد على انه يصف الدعم السريع بانه مليشيات الدعم السريع هكذا يسميهم الممول من الخارج وقوات الدعم السريع تعتبر مجموعه متمرده هذا تصريح الجيش السوداني والبرهان وبرضه حميد يقول انه يعني يصف البرهان بالخيانه والارتزاق والعماله ولن يتوقف ولذلك الخلاف على اشده اليوم وقد خرج السفير الامريكي عزيز المشاهد يؤكد في الخرطوم بان هذه الاشتباكات خطيره جدا اشتباكات بين القوات المسلحه وقوات الدعم السريع واشتباكات في مقر التلفزيون وتدمير عدد من الطائرات وتوقف الرحلات الجويه كما قلنا وبعض من قوات الدعم السريع كما تقول القوات المسلحه ان بعض القوات سلمت انفسها وسلمت اسلحتها الخلاف حول ضم الدعم السريع للجيش سيما وجوده بالقرب من المطارات في العاصمه او الولايات هذا ما اكدته الاخبار منذ فتره تتربص مجموعه الدعم السريع ان تتواجد في المطارات والمؤسسات الكبيره والجيش كان يقول انه يتحسب لتحركات الدعم السريع خاصه في ولايه دارفور وولاياتها الاخرى ومعظم قوات الدعم السريع اليوم كما يقول الجيش هم تحت السيطرة وتحت يعني يمكن أن يقضوا عليهم لكن على الطرف الآخر برضو يقول أنه سوف لن يتوقفوا الخلاصة عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة أن السودان دخل في منزلق خطير ومأزق يعني تخطى المأزق السياسي إلى مأزق عسكري وخطورات المأزق العسكرية والحرب البينية العسكرية هذه مآلات لا يعرف إلا الله ودائما عندما تستمر معارك السياسيين وتستمر المعارك البينية بين مجموعة تمتلك أسلحة أسلحة ثقيلة يعني قوات الدعم السريع عمرها لا يتعدى سنوات أن تكون بقوة يعني تمتلك طائرات وتحاول وتستطيع أن تهدد طائرات الحربيه السودانيه وبرضه يعني قائد الدعم السريع بيقول انه كل المطارات وكل الطائرات تحت سيطرتنا ولن تستطيع ان تتحرك يعني القوات قوات الشعب المسلحه معروفه قوات الجويه والبريه وحتى البحريه حميدتي بيقول انه هذه القوات كلها تحت سيطرتنا او تحت رحمتنا ونستطيع ان ندمرها تدمير في اي لحظه هذا طبعا مازق سياسي خطير ودائما انه الانظمه على شاكله نظام المؤتمر الوطني حتى ولو كان عنده بعض الايجابيات ولكن برضو كان فيها شكل من اشكال الهيمنه والتكتيك لقضاء شيء و اختلاق شيء كقوات الدعم السريع هذه كانت انا في رايي كانت يعني حسابات خطيره جدا اذا لا يمكن بدرجه ممكن ان نقول انه كان يعني يتحمل مسؤوليه المؤتمر الوطني ان يخلق داخل القوات المسلحه مجموعه باسم الدعم السريع وغيرها ولا تلتزم بضوابط ونظم ولوائح القوات المسلحه كان مؤكد انه السودان سيدخل الى هذا المنزلق الخطير اللي بدت بمجرد مناوشات وتطورت إلى معارك داخلية وكأننا نعيش الحرب الأهلية في لبنان طبعا مع الفترة فترة الفراغ السياسي الذي شهده السودان من 2018 وحتى تاريخه طبعا انتشر السلاح بين أيدي المواطنين وانفلت الأمن ومن المجموعات الإرهابية ومجموعات الشفتة والميليشيات يعني حدث ولا حرج وهذه نتيجة طبيعية لانفلات سياسي وفراغ سياسي وانفلات أمني ومرا... وتراشقات ب... يعني ألسنة انحداد بين الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة كان متوقع كل هذا الذي يعيشه السودان مع الأسف الشديد الوضع في السودان طبعا هذا الانزلاق العسكري والمأزق السياسي يعني الان اي حزب سياسي حتى يعني آه يسموهم شنو المجموعات الجديده التي تكونت بعد المؤتمر الوطني يعني آه المجموعات التي تكونت من, من من الثوره من الشارع وما الى ذلك يعني كل هذه دعك من تلك الاحزاب الهلاميه التي تشكلت بعد 2018 حتى الاحزاب التقليديه الكبيره اليوم لا صوت لها لا صوت مع صوت النار وصوت المعركة وبالتالي هذا السودان المنهار اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا أن يدخل إلى حرب عسكرية ومواجهة بين طرفين وكل يصر على أن يقضي على الآخر طبعا الخاسر الأكبر هو الشعب السوداني الخاسر الأكبر هي المؤسسات السودانية الاقتصاد السوداني بمعنى الاقتصاد الذي انهار تماما جاءت الطامه الكبرى في الحرب الاهليه اليوم في السودان والحرب بين جيشين وبين رؤيتين وبين حكومتين ما في شك مع الاسف الشديد سيكون ضحاياه الشعب السوداني الذي يعاني ما يعاني من تدهور اقتصادي مريع وافتقاد امني وفراغ سياسي وعلاقات دوليه متشابكه ملخبطة هنا وهناك وبالتالي هذه الحرب سيكون لها ما لها من تأثير سواء على الوضع السياسي والاقتصادي في السودان كذلك على دول الجوار وأولا طبعا حيكون إريتريا فرعون أسمر طبعا سيستغل هذا الفراغ وهذه الحرب وهذا الاقتتال الدموي المريع الذي دخل السودان في أزمة عسكرية حقيقية غير مسبوغة في تاريخه، طبعا حيستغل استغلال يخدم مصالحه وكل ما ياتي في الاقليم من تطورات سياسية وعسكرية يستغله الفرعون الحاكم في اسمرة، وما في شك انه خاصة حمايتي وزياراته المتكررة لاسمرة خلال فترة وجيزة زار اسمرة المعلن عنه وغير المعلن طبعا كثير يعني وبالتالي ستكون إريتريا موجودة لن يتوقف وهذا ما يهمنا في التعليق ستكون إريتريا موجودة بشكل أو آخر طبعا التصريح ممكن يقول هذا شأن السوداني ولا نتدخل فيه لكن ستكشف الأيام أنه إريتريا موجودة في هذه المعركة السودانية الموجودة كما تواجدت في المعركة الإثيوبية الإثيوبية بين الفرقاء اليوم الصراع في السودان ليس صراعا حزبيا وليس صراعا بين حكومة ومتمردين إنما هو صراع بين جيشين جيشين كل واحد يمتلك ما يمكن أن يدمر به الآخر مواجهة بين فريقين كل له رؤية وكل له أهداف وكل له علاقات الدولية والإقليمية إصرار وحرب بين عقلين يعني القوات المسلحة يعني طبعا ماذا أن نقول يعني يعني ماذا كانت تتوقع من مجموعة آه هي تكونت فقط لتقضي على مجموعة متمردة لا تدين بالعقيدة العسكرية وليس لها تجارب غير القضاء على مجموعة أيا كانت تلك القوات المسلحة لماذا سكتت كل هذه السنوات وحتى ما تتقوى قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع كانت تشاهد خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد سقوط فترة الإنقاذ كانت تتدخل لحسم المسائل الذي لا يستطيع أن... أن يحسمها الجيش هنا كان مؤشر على أنه قوات الدعم السريع دي معناها قوة أكبر من الجيش كما هو في لبنان يعني مثل. كما هو في اليمن يعني يعني مليشيات أو مجموعة لا تنتمي لقوات الشعب المسلحة كون يكون عندها سلطات وعندها صلاحيات أكثر من الجيش فماذا تتوقع إذا الجيش دارس حب منها البساط لا بد أن تواجه مع الأسف الشديد الذي سيدفع فاتورة هذه المواجهة العسكرية الدموية الحديثة الغير مسبوقة في تاريخ السودان تاريخ السودان معروف الصراع في العمل السياسي أحزاب تتوالى تتخالف تتحالف يعني تتصارع لكن وشهد السودان صراعات بين الجيش، بين الحكومه وعدد من المتمردين او عدد من المجموعات المسلحه تطالب بحقوقها سواء كان في دارفور وغيره وغيره، لكن لاول مره تشهد مدن السودان معارك بين فريقين، بين جيشين، بين عسكريين، بين مجموعات تمتلك اسلحه، اسلحه يمكن ان تهدد ليس المجموعه ولكن تهدد مستقبل السودان آه، الأيام حبلى بالأحداث والساعات القادمة ربما تتغير فيها مشاهد من هنا وهناك سنتوقف هنا عزيز المشاهد في حديث الساعة من الرئيسات الفضائية المستقلة ونتابع معكم حسب ما يسمح به الوقت والخارطة البرامجية تحياتي محدثكم أحمد الشريف من الرئيسات الفضائية المستقلة تحيات زملائي عود كداني المونتاج والزملاء في القسم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته